بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأربعون. طلع الكوكب. طلع فعل، الكوكب فاعل. القمر لا يرى في الليل الممطر. القمر مبتدأ لا نافية. يرى فعل مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أو تقول لا يرى جملة فعلية خبر. في الليل جار ومجرور متعلق بالفعل لا يرى. الليل منعوت، الممطر نعت. نزل المطر، نزل فعل، المطر فاعل. صعدت الجبل، صعدت فعل والتاء فاعل. الجبل مفعول به. هؤلاء ينزلون من الجبل. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. ينزلون فعل مضارع خبر، والواو فاعل، وهو أعد على المبتدأ. من الجبل جار ومجرور متعلق بالفعل ينزلون. هذا الجبل رفيع جدا. هذا اسم إشارة مبتدأ. الجبل نعت، رفيع خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. متى تجيء إلينا؟ غدا، وقت غروب الشمس. متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل تجيء. تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلينا جار ومجرور متعلق بالفعل تجيء. غدا ظرف زمان بفعل محذوف. وقت ظرف زمان مضاف غروب مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بفعل محذوف. التقدير أجيء غدا وقت غروب الشمس. غروب مضاف، الشمس مضاف إليه. في الصيف يطول النهار ويقصر الليل وينضج الأسمار كالبرتقال والليمون والتفاح والعنب وغيرها. في الصيف جار ومجرور متعلق بالفعل يطول. يطول فعل، النهار فاعل. وحرف عطف يقصر الليل معطوف على يطول النهار. وحرف عطف ينضج الأسمار معطوف على يقصر الليل. كالبرتقال جار ومجرور متعلق بالفعل ينضج. أو تقول كالبرتقال جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت للأسمار. وحرف عطف الليمون معطوف على البرتقال. وحرف عطف التفاح معطوف على الليمون. وحرف عطف العنب معطوف على التفاح. وحرف عطف غير معطوف على العنب غير مضاف، والهاء الضمير المتصل مضاف إليه. وينزل الأمطار ويكون الحر شديدا. وحرف عطف ينزل فعل، الأمطار فاعل. وحرف عطف يكون فعل مضارع ناقص. الحر اسم يكون، شديدا خبر يكون. في الشتاء يقصر النهار ويطول الليل وينزل الثلوج ويجمد الأنهار والبحيرات ويكون البرد شديدا جدا. في الشتاء جار ومجرور متعلق بالفعل يقصر. يقصر فعل، النهار فاعل. وحرف عطف يطول الليل معطوف على يقصر النهار. وحرف عطف ينزل الثلوج معطوف على يطول الليل. وحرف عطف يجمد الأنهار معطوف على ينزل الثلوج. وحرف عطف البحيرات معطوف على الأنهار. وحرف عطف يكون فعل مضارع ناقص. البرد اسم يكون، شديدا خبر يكون منصوب. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. الكواكب لا تطلع في الليالي ممطرة. الكواكب مبتدأ لا يطلع جملة فعلية خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. في الليالي جار ومجرور متعلق بالفعل لا تطلع. الممطرة نعت لليالي. يوم مصح، يوم منعوت مصح نعت، أصله مصحي. يوم ممطر، ممطر نعت. في البحر يكسر السمك. في البحر جار ومجرور متعلق بالفعل يكسر. يكسر فعل، السمك فاعل. نضج السمر في حديقتنا. نضج فعل، السمر فاعل. في حديقة جار ومجرور متعلق بالفعل نضج. حديقة مضاف ن مضاف إليه. في أيام الحر نغتسل في البحيرة. في أيام جار ومجرور متعلق بالفعل نغتسل.
أيام مضاف الحر مضاف إليه. نغتسل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. في البحيرة جار ومجرور متعلق بالفعل نغتسل. السمك كثير في نهرنا. السمك مبتدأ كثير خبر. في النهر جار ومجرور متعلق بالصفة المشبهة أي بكثير. نهر مضاف مضاف إليه. ذهبنا يوم الخميس إلى الغابة وكان الحر شديدا جدا. ذهبنا فعل فاعل. يوم ظرف زمان مضاف الخميس مضاف إليه وشبه جملة متعلق بالفعل ذهبنا. إلى الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبنا. وحرف عطف كان فعل ماض ناقص. الحر اسم كان شديدا خبر كان. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. فاغتسلنا في بحيرة هناك. فحرف عطف اغتسلنا فعل فاعل. في بحيرة جار ومجرور متعلق بالفعل اغتسلنا. بحيرة منعوت. هناك اسم إشارة ظرف مكان متعلق بنعت محذوف وهو نعت لبحيرة. أو هناك ظرف مكان متعلق بالفعل اغتسلنا. وبقينا في الغابة إلى وقت الغروب. وحرف عطف بقينا فعل وفاعل. في الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل بقينا. إلى وقت جار ومجرور متعلق ببقينا. وقت مضاف الغروب مضاف إليه. ثم رجعنا إلى البيت. ثم حرف عطف رجعنا فعل فاعل. إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل رجعنا. وكانت أمنا أحضرت لنا عشاء. وحرف عطف كانت فعل ماض ناقص. أم اسم كانت مضاف مضاف إليه. أحضرت خبر كانت. وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. لنا جار ومجرور متعلق بالفعل أحضرت. عشاء مفعول به بالفعل أحضرت. فتعشينا وشربنا الشاي. فحرف عطف تعشينا فعل وفاعل. وحرف عطف شربنا فعل وفاعل. الشاي مفعول به بالفعل شربنا. ثم صلينا العشاء. ثم حرف عطف صلينا فعل وفاعل. العشاء مفعول به. وفي الساعة العاشرة نمنا على الفراش. وحرف عطف في الساعة جار ومجرور متعلق بالفعل نمنا. العاشرة نعت للساعة. نمنا فعل نافعل. على الفراش جار ومجرور متعلق بالفعل نمنا. والله أعلم بالصواب.